تابعوا مع أريد أحوال طقس فصل الشتاء. أريد ديما معكم. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحب بكم أينما كنتم في النشرة الجوية لنهار اليوم اللي قدموها لكم من قناة البلاد. إذا نتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة على أغلب المناطق الشمالية، بالجنوب تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا. نستهل الآن نشرتنا الجوية كالعادة بعرض صورة القمر الاصطناعي لتوضح لنا تمركز سحب كثيفة على أغلب المناطق الشمالية لتلتحق تدريجيا بالمناطق الجنوبية، وعليه الوضعية الجوية لليلة اليوم. نرتقب أجواء غائمة جزئيا على أغلب المناطق الشمالية للوطن، في حين تبقى الأجواء صافية ومستقرة على المناطق الساحلية الغربية. بالجنوب حنسجل أجواء راح تكون غائمة جزئيا، وهذا على غرب الصحراء وصولا إلى أقصى الصحراء. تبقى الأجواء صافية ومستقرة على باقي المناطق الجنوبية. درجات الحرارة الليلية ستصل إلى 13 بكل من عنابة والجزائر العاصمة، 14 على منطقة وهران، 7 درجات على منطقة 8 درجات على منطقة الجلفة، 10 درجات على منطقة البيض، 22 درجة على منطقة ورقلة، 25 درجة على منطقة إليزي، 23 درجة بأقصى الجنوب على منطقة تمنرست، و 26 درجة على منطقة عين صالح. أما فيما يخص الوضعية الجوية لصبيحة يوم الغد بحول الله، نرتقب أجواء راح تكون غائمة جزئيا، وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن باستثناء الصفاء والاستقرار اللي راح يميز المناطق الداخلية الشرقية. بالجنوب حنسجل أجواء راح تكون غائمة جزئيا على وسط الصحراء، ليبقى الصفاء والاستقرار والإشراقات تميز باقي المناطق الجنوبية. درجات الحرارة بحول الله ستصل إلى 14 بكل من عنابة والجزائر العاصمة، 13 على منطقة وهران، 10 درجات على منطقة باتنا، 7 درجات على منطقة الجلفة، 9 درجات على منطقة البيض. بالجنوب حنسجل 18 درجة على منطقة بشار، 22 درجة بتندوف، 21 درجة بكل من عين صالح وكذلك إليزي، و23 درجة بأقصى الجنوب على منطقة تمنرست. أما فيما يخص الملاحة والصيد البحري، فإن البحر على السواحل الغربية سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب وفق رياح مختلفة الاتجاه إلى غربية، سرعتها راح تكون من 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة، بينما على السواحل الوسطى والشرقية فالبحر سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب وفق رياح مختلفة الاتجاه إلى شمالية، سرعتها راح تكون من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة. نختم كالعادة بورقة المعلومات الفلكية التي توضح شروق وغروب الشمس لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها. الشروق سيكون في حدود الساعة 6:57 دقيقة، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 6:56 دقيقة. اليوم نتجه بكم إلى ولاية غليزان وبالتحديد إلى منطقة مازونة. هذه المنطقة السياحية التاريخية تقع إلى الغرب من العاصمة في قلب جبال الظهرة. هذه المنطقة معروفة بمعالمها التاريخية والثقافية البارزة، حيث استقرت بها عدة قبائل، ونظرا لطبيعة سكانها من الأصول البربرية والرومانية والتركية، مما جعل لهم عادات وتقاليد تميز منطقتهم. مازونة القديمة تدعى القصبة، شوارعها ضيقة مليئة بالحمامات التركية، كما أن فيها ينبوع ماء اسمه برقش الذي يساعد على الشفاء من أمراض الكلى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الجوية لنهار اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. قدم لكم أريد أحوال طقس فصل الشتاء. أريد ديما معكم.